السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عمسغانم لنعرفكم على هذه الحديقة الغابية الرائعة التي تقع في ولاية عمسغانم، واللي تم تهيئتها مؤخرا وإعادة الاعتبار لها لتكون مرتع للعائلات للتنفس والاستراحة. إذن هانئا لولاية عمسغانم بهذا المكسب الترفيهي الهام، يعني حقيقة في خاصة وأنها حديقة غابية فيها أشجار، فيها ظلال، وفيها رائحة الطبيعة وصوت الطبيعة. نخليكم تابعوا الفيديو. السلام عليكم.